في البرازيل تسببت لدغة عنكبوت بوفاة فنان شاب يبلغ من العمر 28 عام. في التفاصيل، توفي الفنان البرازيلي دارلين موريس بعد تعرضه للدغة عنكبوت. في البداية دارلين ما أعطى أهمية للموضوع أبداً، ولكن بعد أيام بدأت الأعراض بظهور بقع داكنة على وجهه، حيث إن كان أنه كان يعاني من ردة فعل تحسسي ما تسببت في نقله إلى المستشفى وتدهورت حالته إلى أن توفي. كيف تقدر لدغة عنكبوت أنها تقتل إنسان؟ نعرف أكيد مع ضيفنا عبر الهاتف طبيب الأسرة دكتور هشام الكيلاني. مساء الخير. يا هلا فنور، كيف حالك؟ الله يمسيك بالنور والسرور يا دكتور. يا مرحبا يا دكتور، يا مرحبا دكتور. في البداية أكيد أنت قرأت الخبر، يعني تماما. كيف تقدر لدغة عنكبوت أنها تقتل إنسان؟ تمام أستاذ سالم. طبعا هناك نتيجة قد نصل إلى الموت نتيجة حدوث ارتكاز تحسسي شديد للسم المفرز أثناء اللدغة، بالتالي حدوث صدمة تحسسية، فشل في أعضاء الجسم، بالتالي حدوث الوفاة. نعم، يعني خلينا نقول هل كل لدغات العنكبوت تكون سامة وقاتلة، أو هناك أنواع متفرقة منها السام ومنها الغير سام ومنها اللي لها علاج تكون سامة لكن لها علاج؟ تماما أستاذ سالم، هي تتم حسب ارتكاز الجسم تجاه السم المفرز ونوع السم المفرز. هناك عناكب سامة لكن درجة الارتكاز التحسسي أو رد الفعل تكون بسيطة رغم أن هذا العنكبوت سام. بالمقابل هناك عناكب سليمة تفرز مادة سليمة لكن قد يكون الجسم يرتكح بشكل شديد جدا لها. ودائما بعد اللدغ أول ما يظهر هو وجود حكة واحمرار مكان اللدغ. حكة والاحمرار هو شيء بسيط. معظمنا تعرض لحالة تحسسية أو لدغة أي حشرة، هي تزول بتناول دواء معين أو متلقاء نفسه، لكن الأصعب عند الوصول لمرحلة الصدمة التحسسية حيث يحدث هبوط ضغط شرياني معند على العلاج، قصور في وظائف القلب، بالتالي قد نصل فعلا إلى حالة الوفاة. جميل، لكن خلينا نقول أول ما تلدغنا هذه العنكبوت السامة حتى وإن كانت غير سامة، شو أول شيء علينا فعله؟ هلا في حال كنا في منطقة تعرف بأنها هناك عناكب سامة أو قاتلة يجب الانتباه أو معرفة نوع العنكبوت، لأن هناك ترياق معين لبعض أنواع اللدغات. في حال لم نقدر، أول شيء تدبير المنطقة أو الملدغة، يعني تنظيف المنطقة، محاولة الوصول إلى أقرب استشارة طبية. في بعض الحالات نمط الارتكاز يساعدنا على إعطاء الترياق المضاد. أيضا كنوع من أنواع السلامة، بعض المرضى شائع في المجتمع وجود مضادات الحساسية أو ما نسميها مضادات الهستامين، ممكن أخذ تناول حبة مباشرة لتخفيف الارتكاز التحسسي في بداية اللدغ. نعم، أكيد كل الشكر الدكتور هشام الكيلاني طبيب أسرة على هذه المعلومات وهذه النصائح. كل الشكر لتواجدك ويانا في مساء الإمارات. أكيد.